الجماهيري الشعبي التشاوري بين القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمحافظة شمال سيناء. أيها الإخوة الحضور، باسمكم جميعا نرحب بسيادة اللواء أركان حرب السيد عبد الفتاح حرفور محافظ شمال سيناء. كما نرحب أيضا بسيادة العميد ممدوح حسن جعفر رئيس أركان قطاع قوات تأمين شمال سيناء. شمال سيناء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فعليه بالقرآن قرأتهما معا فعل الكريم مع القائد الشيخ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد، مفيش حل، ما ينفعش اصلا نتعامل في الموقف اللي احنا فيه ده الا بالصدق، وده قسم عليكم ربنا ان شاء الله ربنا يحضرني ويقولني. طبعا يعني سياده اللواء سيد، يعني بالنسبه لنا بنحضر مؤتمرات مع كبار قوى القوات المسلحه وعرفهم السيد وزير الدفاع، سواء السيد اللي هو سيد الفريق صدق صبحي ربنا ان شاء الله يوفقه، او ان شاء الله يعني سيد الفريق محمد زكي. اقسم بالله العظيم ما في قلب اي حد من القيادات ان كل خير لسينا بالكامل، الشمال والجنوب بالكامل والبلد كلها وسينا تحديدا. والدوله في ذهنها وفي تخطيطها يعني سيد الرئيس السيسي ما بيكدبش او ما بيهولش في الحجم الدعم المخصص او لا كان كبير. طيب تجزئة مالك؟ مفيش سياسة عدالة. مفيش ايه؟ مفيش عدالة فيها خالص يا ابني. لا عدالة لا، يبقى ليها وقفة طبعا. هنوقف كل حاجة لحد صبح. طيب. اصبر بس، حاضر ده كويس قوي في الكلام. كم سياره بس ايه بقى؟ سياره معاه الرخصه او معاه التصريح اللي هو طالع منه الهيئه. انا هديك تاشيره كده. زي ما قلت لحضرتك ان هم تقريبا 80% من عدد جامعه سينا. يا فندم الطلبه دول اتظلموا ظلم باين، واخد بال حضرتك؟ لان احنا فوجئنا مره واحده ان هم اتنقلوا، واخد بال حضرتك؟ اغلب ابناء الطلبه وانا منهم موظف، كلنا عاملين يا فندم جمعيات ومدخلين ولادنا على اساس ولادنا ما يبعدوش عننا، فحضرتك اتنقلوا. نجيب من فين دلوقتي اقل شقه دلوقتي يا فندم هناك ب 5000 جنيه. طبعا انت سمعت ال 7000، هنلاقي 5000 واحد من اللي هم